لو انت تنظر لتقاريرنا الاسبوعيه اللي تطلعها شركه ازدان العقاريه، تشوف معظم العقارات المباعه هي اراضي رو، يعني اراضي فضاء. تقريبا تشكل ما بين 80 ل 85% من العقارات المباعه. هذا يدلك ان لحد الان البلد في حاجه للتطوير، وبحاجه الى وحدات سكنيه، سواء كانت تجاريه او سكنيه او مكاتب. فالبلد لحد الان بحاجه، والنمو اللي حاصل في البلد والمشاريع المطروحه في البلد والشركات اللي جايه راح، ما اقول لك ان تسحب العقارات اللي موجوده، راح تشفط العقارات بطريقه غير طبيعيه. واحنا نامل ان العرض والطلب هو سيد الموقف، لكن احنا في ازدان عندنا العقارات اللي هي راح تثبت السوق ولا تؤدي اللي ما تخلي السوق طبعا في ارتفاع وتقلبات. طبعا تقلبات السوق ضرر للجميع. لكن استاذ عبد الرحمن، يعني يقال وهو هذا امر واقع، يعني انه ازدان هي صمام الامان القطاع العقاري في قطر بالنسبه الى حجم مشاريع وكذلك بالنسبه للاسعار، وبالتالي السوق ما زال في مرحله تصحيح، ولكن انتم ربما سنيتم سنه ما بقضيه يعني اعطاء شهور اضافيه دون ان يتم كسر هذا السعر، وبالتالي يعني انتم متهمون ربما بانكم عمليه تصحيح الاسعار في قطر توقفها ازدان، ما ردك؟ والله الحقيقه طبعا هذا واقع لا نقدر ان نخفيه. ازدان ساهمت مساهمه كبيره في بقاء واستقرار الاسعار في السوق العقاري بما فيها الوحدات السكنية. أنا أركز على الوحدات السكنية. إحنا لم نقوم بالمضاربات اللي صارت في الفترة الأخيرة والفترة السابقة في 2008 و2009 و2010، اللي صارت المضاربات العقارية لرفع أسعار العقارات. لو تلاحظ أن أزدان ما بين 2006 لين 2009 لم تشتري أي قطعة أراضي في هذه الفترة، وهذه كانت طبعا موجة أدت إلى ارتفاع الأسعار غير حقيقية. ازدان كانت تركز في هذه الفترة على تطوير المشاريع اللي الأراضي اللي كانت عندها، والحمد لله عندنا كمية كبيرة من العقارات اللي هي راح تكون مثل ما ذكرت صمام أمان لأي نمو عقاري. شكل ما تعرف أو الجميع يعرف أن القطاع العقاري يشكل عمود فقري لكل اقتصاد. احنا ما نقول 60%، انا اقول 70% اي نمو يحصل او اي انفليشن يحصل في البلد سببه القطاع العقاري. واحنا طبعا شكل ما ذكرت سابقا اي نمو يحصل او اي انفليشن يحصل راح يضر القطاع العقاري اكثر من ما هو يعني يصب الارباح عليه. لكن العقارات الموجوده، واحنا نقول ناكد على ذلك ان القطاع العقاري سيد او الملك في القطاع العقاري، والعرض والطلب يشكل استقرار او